حايدة بين السعودية وبين دولة الكويت، فيها أهم حقول النفطية بالنسبة للكويت، ويشكل نسبة عالية من إنتاج الكويت النفطي. فنصف هذا الحقل للسعودية ونصف هذا الحقل للكويت. من اللي يدير هذا الحقل ومن اللي شغله ومن اللي ينتج منه نفط؟ شركة اسمها شركة شيفرون، هي شركة أمريكية لكن شرتها السعودية بالكامل وترجع للمملكة العربية السعودية. شركة شيفرون هذه انتهى عقدها في الكويت سنة 2008، والكويت ما تبي تجدد هذا العقد لأكثر من سبب. السبب الأول أن هذه الشركة آلياتها وأجهزتها وغيرها من هذه الأمور أصبحت في هذا الوقت قديمة شوي. والسبب الثاني أن موقع عمل هذه الشركة بالكويت، مش في السعودية، لا، اللي في الكويت موقع لبناء المصفاة الرابعة، وهذه مصفاة جدا مهمة لمستقبل الكويت، وصار لنا سنين ودنا نبنيها بس مو قادرين. الناشبين شركة شيفرون مو راضين يطلعون. اللي صار أن انتهى عقدها، والمملكة العربية السعودية بدون رجوع للكويت جددت عقد هذه الشركة في السعودية وفي الكويت لمدة 39 سنة. الكويت مثل ما قلنا رفضت، حاولت تحل الموضوع في طرق دبلوماسية، ما نحل الموضوع، قامت وما جددت تراخيص دخول موظفين هذه الشركة لمواقع العمل النفطية، للحقول النفطية. شنو سوت السعودية؟ السعودية وقفت عمل حقل الخفجي اللي هو الجزء السعودي. بعدها سوت؟ وقفت عمل الحقل الكويتي اللي في الجزء الكويتي اللي في الأراضي الكويتية. فالكويت قامت ما تقدر تطلع نفط من هذا الحقل. تخيل، حقل نفطنا فلوس مال احنا، ما تقدر. فالكويت تتكبد خسائر سنوية أكثر من 8.5 مليار دولار. تخيل، احنا ميزانيتنا كلها على بعضها 36 مليار، ميزانية قطر كلها على بعضها ب 31 مليار، 8 مليار دولار سنويا قاعد خسر بسبب هذا الحقل النفطي. شو الحل؟ والله ما ادري شو الحل. قصب تشتغل هذه الشركة عندي؟ ما يصير، ما بيها، ما بدي، مو غصب، بجيب شركة احسن يا اخي، كيف يا بحرقها. فاللي حصل ان الحقل النفطي الكويتي الان لا يعمل،